اهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى اموركم كامله تكون بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي. اول حاجه بغيت نترحم على ضحايا الزلزال اللي وقع عندنا هنا في المغرب، في نواحي مراكش، تارودانت، الحاوز، شيشاوه، ورزازات. الله يرحم الناس اللي ماتوا يا ربي، والناس اللي مرض الله يشافيهم يا ربي. واخا الفيديو غادي يكون داز عليهم مده باش داز الزلزال، ولكن واخا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. واخا صراحة تأزمنا حنا في كازا وحسينا به، ما حسكم مساكن اللي في الجبال وحسوا كما كنقولوا الدقانيات. ولكن سبحان الله كل مرة كنزيد نتعلق ببلادي، كنزيد نحب بلادي، كنزيد نفتخر أنني مغربية. كنشوفوا التآزر ديما بيناتنا، ديما كنعاونوا بيناتنا الحمد لله، كنوقفوا مع بيناتنا واخا فيما بعدنا، يعني واخا بعض المرات كنحسوا براسنا لا ما كان زعما شي ما كيديها في شي، لا احنا ماشي هكاك الحمد لله. المغرب معروف عليه، المغرب عموما معروف عليهم كيتعاونوا بعضياتهم، كيهزوا بعضياتهم. الحمد لله هادشي شفناه وكلشي اعترف به، كما وقع في فرحنا مني كان المغرب لعب في قطر. كنا فرحانين الحمد لله، مغاربه متآزرين. الله المرحوم نسيت على سميتو، وقيلا يحيى اللي كان طاح مسكين في البير، هذاك حتى هو تأزمنا، العالم كامل تأزم معانا. وكذلك في هذا الزلزال، هذا الزلزال بدي شري ضربني برد، هذا الزلزال بين لينا شحال من حاجه، بين لينا القوه ديالنا، بين لينا الحب ديالنا لبعضياتنا، وكذلك الاخر لينا. كلشي الحمد لله بغى يعاوننا، كلشي تاثر معنا، كلشي بقينا فيه. الحمد لله هذاك الشيء قضاء، الزلزال كيبقى قضاء وقدر من عند الله سبحانه وتعالى. يمكن خير ليهم، يمكن باش نوقفوا معاهم كذلك، باش نشوفوا فيهم. الحمد لله على كل حال، هادشي اللي بغيت نقول، والحمد لله بانني مغربيه وديما مغرب. ندوزو الفيديو ديالنا والمحتوى ديالنا. الو، قبل ما نبدا المحتوى ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، فضلا وليس امرا الناس الجداد، بغيتكم تابوناو معايا، تشتركوا معايا في القناه ديالي. مشات لي الهضره صافي، انا كنحط الكاميرا كنتلف. كما قلت لكم الناس الجداد، كنتمنى انكم تدخلوا القناه ديالي، تشاركوا فيها الى عجبكم بيان سور المحتوى. هادشي فضلا وليس امرا ماشي بالضروره. الناس اللي عجبكم، اللي ديجا مشتركين او من غير مشتركين، عجبكم الفيديو ديالي، ما تبخلوش عليا بلي لايك. بغيت نوصل لاكثر عدد باللي لايك في هذا الفيديو. صافي، ندوزو المحتوى ديال الفيديو ديالنا باش ما نطولش عليكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا في العنوان ديالنا اليوم، غادي ندوي لكم على طريقه الشراء من الاكسبريس. رجعت لكم ثاني حيت شفت بزاف كيديروا عليه في الموقع التواصل الاجتماعي بحال تيك توك وهذا، بان حيدوا لا ليفريزون ولات غراتوي. هي لا، ما تحيداتش كاريمون، باقي داك المشكل عندنا ديال الديوان انك تخلصي عليها اي حاجه شريتيها، الا في هاد لو كاد ديال واحد البلاصه غنوريها لكم، كتدخلوا ليها في الاكسبريس وكتختاروا دي برودوي كيوصلوكم فابور. انا كما قلت لكم حتى تيستيتها، انا جربت انا شنو زعما واش غادي توصلني غراتوي، والوقت المده شحال وصلتني، عاد قلت ندير لكم فيديو. انا كنت انا نقول لكم بالتمام والكمام 18 يوم، 18 يوم وصلوني لي برودوي ديالي لي كومونديت من اكسبريس. كما قلت لكم غادي نوريكم الطريقه، ولكن قبل نوريكم البرودوي اللي اختاريت اشنو هما، انا ديجا حليتهم باش تعرفوا عارفه كتوصل. كما قلت لكم انا وصلت مولا 18 يوم، غير هو هاد لي برودوي فواحد البلاصه كتسمى شويس، غنوريها لكم. المهم غادي ندير لكم كيفاش كومونديت وكيفاش كلشي. هذيك تشويس كتختاري فيها غير 3 برودوي فقط من هذيك تشويس. انا غنعاود نجرب واش نقدر نعاود نكوموندي حاجه اخرى، ولكن هذيك الساعه كتكوموندي غير ثلاثه الحوايج، ما تقدريش تكوموندي اكثر من ثلاثه الحوايج، كتختاريهم من هذيك البلاصه، يعني هذيك البلاصه اللي فيها لا ليفريزون غراتوي، هذه كتختاري ثلاثه الحوايج كيوصلوك غراتوي، ما كتخلصي عليهم والو. عاد كاينين دي برودوي اخرين حتى همايا، كتسولي ليفغور ماشي ليفغور باردون، كتسولي الفوندور اللي غاتشري من عنده، ولا كتدخلي عنده سوا تسولي سوا تدخلي تشوفي تقراي واش هذاك البرودوي دير لي ليفريزون غراتوي ولا لا. غنوريكم المهم الطريقه ديالي انا. يلا جربت هذه اللي قلت لكم، كتاخذي ثلاثه لي برودوي، الحمد لله وصلوني على 18 يوم، ما خلصت لا ليفريزون، ما خلصت حتى حاجه من غير
الاثمنه ديالو والاثمنه بانان. نبدا باول حاجه خديت هي هذه هاد لاباغاي باش باش كتحكي الرجين. هي راه كتخدم بالحجر، انا ديجا جربت الحجر ديالها راه خدامه فيها اربعه الحجرات، دابا ما حدايش باش نجربها لكم. المهم زوينه الصراحه. اي حاجه البنات غادي نخلي لكم الثمن ديالها هنايا، غيطلع لك الثمن ديال هذه حيت صراحه ما عقلتش، ولكن انا اللي عاقله انهم بثلاثه ما كاملاش 55 درهم بثلاثه. هذا الشيء اللي غنوريكم بثلاثه اللي خديت 55 درهم، يعني هذه غتكون دايره شي 18 درهم ولا ما كاملاش. هذه كما قلت لكم اول حاجه خديت، هذه ديال كتحكي بها رجيلات، هذه راه حرشه من هنايا صراحه غزاله. نردوها لبلاصتها. ثاني حاجه خديت هي هاد لابوشيت، خديتها للايفون ديالي غزاله يا البنات. ها هي كي كتجي بحال هكا، هي راه ها هي، انا راه ديجا جربتها باش تكون في علمكم، هذا جبت دابا باش نوريها لكم. المهم كتجي على هذا الشكل، راه غزاله صراحه عجبتني في الايفون، غزاله وزوينه. هذه ثاني حاجه. بالنسبه لثالث حاجه هي هذه المكانه، انا ديجا راه دايرها في ايدي، ها هي باش نشعلها لكم. كتجي على هذا الشكل، ديجا فيها كيوصلوك فيها لي نوتيفيكاسيون ديال الفيسبوك، واتساب، تويتر، انستغرام، سناب شات، اي حاجه كتوصل كاينه فيها لالارم الى حق لي زابيل، حتى هما اي ابل صون عليك شي حد، وكتكون طالعه فيها بحال هكا المكانه، سينو كديري فيها اي تصويره بغيتي. انا ديجا دايره فيها هاد التصويره بحال واحد البنوته صغيره. المهم شنو اخر، كتقيس لك نبضات القلب، كتقيس لك هذا طونسيون، شحال مره شحال تمشيتي في النهار. الصراحه زوينه، كيوصلوك فيها قلت لك الميساجات لي نوتيفيكاسيون ديال كلشي، فيها لا ميوزيك كذلك. صافي هذا مكان، هذه هي تالت حاجه خديت. هي شوفوا ماشي شي حاجه يعني واعره، ولكن المهم زعما دوز، وكتبان شحال واحد كيسحب ليه بانني شاريه سواتش ديال ابل وراه ماشي ابل. المهم هذه راه جربتها وعجبتني وبقيت دايرها في يدي. هذا مكان، هادو هما لي تخوا برودوي اللي خديت كما قلت لكم، غادي تخليكم معايا في الفيديو باش نوريكم الطريقه اللي شريت بها. بالنسبه للاثمنه راه كل حاجه غطلع لكم الثمن ديالها بيان سور. جربوها غزاله البنات، انا ما كنقول لكم الحاجه الا ما كنكون متيقنة منها، وندوزوا الطريقه كيفاش شريت هادو بثلاثه. السلام عليكم البنات، انا المهم غادي ندخل دابا للسيت عندي اليكسبريس كما كتشوفوا. انا ديجا عندي كونت، خاصكم ديجا تكونوا مكريين كونت. انا ها نتوما نوريكم اللي ديجا خديت مي كوموند، فين غنلقى لا كوموند اللي ديجا دوزت تيرميني. ها هما اللي قلت لكم بثلاثه اللي خديتهم، ها الاثمنه ديالهم، هذه 17 درهم تقريبا، هذه 20 درهم، هذه 17 درهم، شي توتال 54 درهم. هذه هي اللي خلصت فقط. مهم كما قلت لكم ها هي تشويز تبان لكم هنا. المهم ندخل لاكوي، ها هي هنا كاتبين لك 3 ارتيكل، ها هي 3 ارتيكل ابارتير دو هنا حيت دايرين بالدولار. المهم كتدخلي راه مكتوبه تحت منها ليفريزون غراتوي، هما هادو لي زارتيكل كتختاري منهم. ها نتوما ديجا انا مثلا بغيت نعاود نختار ثلاثه، راني ديجا مختاريه جوج الحوايج، و يمكن ليا نختار نزيد ثالثه اون كومونديها. ها هما يا هنايا لي بري ديال لي تشويس كاينين، هما ديجا لي كاتبين لك ليفريزون غراتوي. صافي كتختاري اي حاجه عندك هنا بغيتيها كتختاريها، كدوزيها للكوموند ديالك عاديه. كاين شحال حاجه زوينه الصراحه، المكانات بحال هادو لي ساك ديال لي رونجمون، هادي ديال الطفيرات، راه دايرين اثمنه الصراحه زوينين، بحال هاد بوشيت البوشيت ديال التليفون اللي خديت، لي لينات، لي بروس ادون، لي زيكوتور سان فيل، سنيدلات، صراحه داكشي غزال. غير قلبوا غتلقاو فيها شحال حاجه زوينه، زعما اغكوموندي تاخدوها وانتم عينكم مغمضين. وكما قلت لكم راه لا ليفريزون هاي مكتوبه هنا قداش تشويس ليفريزون غراتوي، كتختاري كما قلت لكم ثلاثه الحوايج. انا وصلتني البنات لكازا على 18 يوم،
بون ايتا، ما فيها حتى حاجه صراحه خاسره، غير جربوها وتفكروني. كنكون وصلت النهاية ديال الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك، يطلع لكم الطريق الشكل ديالو هنايا، غتلقاو هو لتحت. لايك الى عجبكم كذلك الفيديو ديالي. كنتسنى الاراء ديالكم كيف ديما، خليوا لي الكومونتير ديالكم اشنو بغيتوا. كنتمنى ما نغبرش عليكم، وديما مغرب ومع السلامه.